وللتوقف عند الشأن السوري، وخاصة مع قرار الانسحاب وبدء انسحاب القوات الروسية من سوريا واقتراب موعد ذكرى الخامسة للثورة السورية. معنا عبر الهاتف السيد غسان ياسين، رئيس تحرير موقع أورينت نت. مرحبا بك سيد غسان. يعني روسيا فعلا هي جادة على ما يبدو، وبدأت بتنفيذ القرار الذي اتخذته يوم أمس مع اقتراب الذكرى الخامسة للثورة. إلى أين يتجه الوضع في سوريا برأيك؟ اسمحي لي أول شيء أعيد على كل السادة المشاهدين وكل يعني أبناء الثورة السورية مع اقتراب يعني ذكرى الخامسة في 18 من آذار. نحن نبلش احتفالاتنا من أول آذار دائما، يعني آذار الربيع. نعم. لذلك جاء الانسحاب الروسي حقيقة يعني في ليلة بدء احتفالاتنا الأسبوعية في ذكرى الثورة. بالفعل الانسحاب الروسي مفاجئ ومباغت تماما، كما حدث تدخل روسي بشكل فجوة واضح. يعني أيضا كان مربك نوعا ما، الانسحاب هو مربك، لكن بالنتيجة في مجمل ما حدث في الأمس وتداعياته المستمرة حتى الآن وربما تستمر لفترة طويلة قادمة هي في صالح المعارضة، في صالح الثورة. في النهاية الروس خلال 4 شهور تقريبا لم يستهدفوا سوى فصائل المعارضة وفصائل الجيش الحر، ولم يستهدفوا سوى كل من يقاتل ما تبقى من نظام بشار الأسد. لذلك هذا الانسحاب هو سينعكس إيجابيا أولا ميدانيا على الفصائل المقاتلة، وبالتأكيد سينعكس إيجابيا على الوفد المفاوض في جنيف. هناك اليوم هو اليوم الثاني من الجولة الثانية من جنيف 3، لذلك سوف تنعكس إيجابا هذا التحرك العسكري الجديد، ينعكس عفوا على المفاوضات الجارية في جنيف. يجب على المعارضة الآن استثمار هذه المتغيرات المتسارعة من أجل تحقيق مكاسب ومن أجل أيضا الضغط أكثر على النظام. من هي الانسحاب الروسي سوف يضغط على النظام، النظام مكشوف عسكريا، لولا الغطاء الجوي الروسي لكان يعني ألحقت فيه هزائم كبيرة. يعني بعد أن حررت إدلب في 2015 الثورة اتجه أخرى جديدة، لكن العدوان الروسي هو الذي عاد نوعا ما بعض الدعم أو حقق بعض الدعم لصالح قوات ما تبقى من النظام. نعم سيد غسان. نعم يعني أنت توقفت عند موضوع جنيف وتحدثت عن المفاوضات في جنيف الآن. بحال عدم التزام النظام بمقررات جنيف 1 ونحن الآن في الجولة الثانية من جنيف 3، وخاصة مع تصريح يعني وزير خارجية النظام المعلم يوم أمس فيما يتعلق بأن لا مرحلة انتقالية والأسد خط أحمر منذ بداية الثورة ونفس التصريحات، هل تعتقد أن الموضوع سيذهب إلى مجلس الأمن وسيكون هناك ربما قرار تحت الفصل السابع؟ يعني بداية ولا مرة النظام أعلن أنه سيلتزم بجنيف، لا 1 ولا 2 ولا 3، هو دائما يحاول التنصل. الجديد في الموضوع الآن هو هذا، بعد أن كشف الغطاء العسكري الروسي عن النظام، النظام الآن أصبح في موقف ضعيف، لم يستطع الآن لا يستطيع الآن المناورة، هامش المناورة بالنسبة للنظام أصبح جدا ضعيف. وفي الأمس يعني بعد الإعلان الروسي بعد أقل من ساعة سارع يعني إعلام النظام إلى إصدار بيان أنهم يدعمون الحل السياسي. نعم الآن بإمكان المعارضة والدول مجموعة أصدقاء سوريا أن تذهب إلى الأمم المتحدة بقرار جديد تحت البند السابع بدون فيتو روسي. بلا فيتو روسي سيكون تماما، ولا اعتقد ان هذه المره سيكون هناك فيتو روسي، بسبب يعني لا ننسى ان هذا الانسحاب الروسي المفاجئ لم ياتي من فراغ. هناك بالفعل تباينات كبيره بتعاطي مع الملف السوري بين الروس والايرانيين بدا يظهر منذ حوالي 4 اسابيع، يعني خلافاتهم كبيره وعميقه. روسيا هناك ربما اتفاق بينها وبينه تحت الأمريكية على بالفعل البدء بمسار مرحلة انتقالية تفضي إلى سوريا جديدة بدون بشار أسد. هذا ما ترفضه إيران. إيران حتى الآن يعني تعول على اتفاقها النووي الأخير الذي أنجز، وتعول على بعض يعني الأمور التي أو بعض الأوراق الملفات التي لا تزال عالقة بيدها من أجل الضغط على روسيا وعلى الجميع للإبقاء على بشار أسد. لذلك هذا الخلاف الإيراني الروسي هو أعتقد أنه سبب رئيسي من أسباب الانسحاب. وفي حال ذهب الجميع إلى الأمم المتحدة أعتقد أن هذه المرة لن يكون هناك أي فيتو روسي، بسبب يعني الروس وحتى كل حتى المتحدة الأمريكية منحوا النظام أكثر من فرصة، لكن بالنهاية يبدو أن القرار اتخذ أخيرا بحسم الموضوع. شكرا لك السيد غسان ياسين، رئيس موقع أوري أو مدير موقع أورينت نت، شكرا لوجودك معنا عبر الهاتف.